أهلا بيكم، معاكم شاهنة سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون، وفقرة بإيجاز مع شاهناس. زي ما اتفقت معاكم أني هخصص جزء من الفقرة وأعلن عن المشاريع العربية في نيوزيلندا عشان نقدر نقدم ليهم الدعم والتشجيع. كمان هتكلم معاكم النهاردة عن الوظائف المؤقتة المتاحة حاليا في الانتخابات وكيفية التقديم لها. كمان معانا النهاردة فسحة رائعة عن مكان ناس كتير ما تعرفش انه موجود في نيوزيلندا اصلا. هبتدي معاكم بالاعلان عن بعض المشاريع العربية، واول مشروع معانا النهاردة من اوكلاند وهو Made by هدى. هدى عملت لينا حاجة مختلفة هنا في نيوزيلندا، وهي جابت لينا تراثنا العربي عن طريق مشغولات من صنع ايديها، من زينة رمضان بقماش الخيامية لديكورات رائعة كلها فيها الطابع والثقافة العربية والشرقية. لمعرفة تفاصيل أكتر عن مشروعها وتدعموها، ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك Made by هدى عشان تشوفوا مشغولاتها الجميلة. المشروع التاني اللي معانا النهاردة هيكون من ويلينغتون وهو دمسكس. طبعا من الاسم عرفنا هو منين، طبعا من سوريا الجميلة. حسن من سوريا وفلورا من الأرجنتين، مع بعض قدروا يفتحوا مشروع جميل لتقديم الأكل مش بس من سوريا، لا كمان هتلاقوا أكلات عالمية. عايزين تعرفوا أكتر عن مشروعهم وعن صفحتهم وعن مكانهم، ادخلوا على صفحتهم على الفيسبوك دمسكس من ويلينغتون، وإن شاء الله تعرفوا حاجات كتير عنهم وتدعموهم وتجربوا أكلهم وتحكولي عن تجربتكم. المشروع الثالث معانا النهاردة وهو دبي أروما نيوزيلند. وحشكم العطور العربية وريحة البخور العربية الجميلة، هتلاقوها في دبي أروما. ده مش بس عطور وبخور، لا وحاجات تانية كتير فيها برضو الطابع العربي والثقافة العربية والشرقية الجميلة بتاعتنا اللي احنا مفتقدينها. عايزين تعرفوا أكتر عن منتجاتها، ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك دبي أروما نيوزيلند. آخر مشروع معانا النهاردة وهو تركيش ستايل هوموير. إيه المشروع ده؟ ده مشروع كل ما يخص المنزل ومستلزماته، مستلزمات المطبخ، السفرة، ديكورات وحاجات تانية كتير جميلة جدا بالستايل التركي الجميل الرائع. للتواصل معاها ومعرفة أكتر عن منتجاتها، ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك ستايل تركيش ستايل هوموير نيوزيلند، ودعموهم وشجعوا جميع المشاريع العربية في نيوزيلند. ياريت أي حد عنده مشروع يبعتلي على صفحتي Living in New Zealand by شهناز عشان أقدر أقدم ليكم الدعم وأعلن عن مشاريعكم الجميلة وعرف الجالية بتاعتنا على مشاريعكم إن شاء الله. طبعا لسه في معانا مشاريع كتير إن شاء الله في خلال فقراتي اللي جاية هعلن عليها، علشان بس فقرتي بحب انها تكون متنوعة، وان شاء الله في خلال فقراتي الجاية هتلاقيني بعلن عن مشاريع عربية جميلة ان شاء الله. نروح بقى للجزء الثاني من فقرتنا وهي عن الوظائف المؤقتة المتاحة الحالية في الانتخابات النيوزيلندية. حاليا مفتوح وظائف مؤقتة في جميع مدن نيوزيلندا للمساعدة في اللجان الانتخابية، من مدير اللجنة لمساعد مدير لناس مجرد ان هي بتساعد المنتخبين في يعرفوهم ازاي ينتخبوا ويحطوا اصواتهم في الانتخابات. طبعا الوظائف دي مدفوعة وسعر الساعة بيتراوح بين 23 دولار نيوزيلندي ل 32 دولار نيوزيلندي قبل الضرائب. الخبرة المطلوبة ان يكون عندك او عندك، لان مش شرط يكون راجل اللي يقدم، لا ممكن راجل او ست يقدمه. القدرة على التعامل الجيد مع الناس والقدرة على الضغط، الشغل تحت ضغط وحل المشاكل. انا مش بقول ان هو هيحصل مشاكل او اي حاجة، بس ان هو يكون عندك لباقة او عندك لباقة في التعامل مع الناس. طبعا هيحتاجوا 2 ريفرنس اللي هو 2 يعني عشان يسألوهم عنكم، سواء انك كنت بتشتغلي او كنت بتشتغل ممكن من الشغل عندك او عندك، او مثلا من لو انتوا في بتعملوا شغل مع الجالية او اي حاجة، فتقدروا انكم تاخدوا برضو ناس من الجالية ان هم يقولوا انتوا بتعملوا ايه، او حد قريب منكم جدا وعارفين انكم قادرين انكم
تتعاملوا مع الناس وانكم بتقدروا تقدموا الخدمة وتقدروا على المساعدة. فده برضو من الشروط. طبعا في كذا وظيفة، وكمان بتقدروا انكم ممكن تختاروا بس انك تشتغلوا يوم الانتخابات او قبل الانتخابات او قبل وبعد او كل الايام. فانتوا قدامكم كذا اوبشن انكم او كذا اختيار انكم تقدروا تحددوا انتوا امتى عايزين تشتغلوا بالظبط. طبعا لما بيتم اختياركم انتوا بيتعمل فوق انترفيو وكمان تدريب، والتدريب كمان مدفوع، فيعني هما بيدفعوا لكم فلوس على انكم رحتوا اتدربتوا. فان هو كتجربه اجمالا، مش بس عشان اللي هي كفلوس بتدفع او كوظيفه مؤقتا، لا بالعكس، ده هي الخبره كلها والتجربه كلها فعلا حلوه. انا عن نفسي اشتغلت معاهم 2017، قدمت واشتغلت معاهم 2017 في يوم، انا اخترت بس يوم الانتخابات لان ده كان المناسب ليا. كانت التجربة كلها حلوة جدا، ان انا اشارك في حاجة في حدث كبير وحلو زي الانتخابات في نيوزيلندا. طبعا تفاصيل اكتر هتلاقوهم على موقع election New Zealand، والتقديم كمان على الموقع. فان شاء الله ربنا يوفقكم. محتاجين تفاصيل اكتر زيادة هتلاقوها على الموقع، او لو محتاجين استفسارات زيادة كلموني على صفحتي Living in New Zealand by Shehnaz، وان شاء الله اقدر اساعدكم في التقديم او اساعدكم في اي استفسارات زيادة ان شاء الله. نروح بقى للجزء لاخر جزء من فقرتنا، وهو الفسحة والمعلومة. زي ما عودتكم اني بحاول اجيب لكم تجربة جديدة تستمتعوا بيها بإذن الله. مين فيكم يعرف ان نيوزيلندا فيها مزرعة شاي؟ ازاي مزرعة شاي؟ قصدك يعني زي اللي في الدول الاسيوية؟ ايوه مظبوط، زي اللي في الدول الاسيوية. المكان اسمه زيا لونج تي ستيت. ممكن ناس تكون سمعت عنه وممكن ناس تكون ما تعرفش عنه اصلا. طيب ليه خدتينا النهاردة هناك يا شاهيناز؟ لان المكان باختصار مش مجرد مزرعة شاي وبس، لا ده في مطعم حلال كمان على أعلى مستوى. مطعم حلال؟ أيوة هناك في مطعم حلال. وأنا كمان عشان أتأكد إن مفيش حاجة اتغيرت من آخر مرة زرتهم فيها، أنا لسه كنت بعتلهم من يومين وتأكدت إن المطعم لسه بيقدم المنيو بتاعه حلال. كل اللي مطلوب منكم إنكم أنتوا لما هتروحوا هناك هتقولوا لهم إحنا عايزين الأكل حلال، ايه الاصناف اللي في المنيو حلال. هو الكل اللي في المنيو اصلا مفروض ان هو يكون حلال، بس برضو بتعرفوهم هناك انكم عايزين الاكل يكون حلال، وهو طبعا حلال سيرتيفايد، فما تقلقوش خالص من الموضوع ده. وان شاء الله هيعجبكم. طبعا المطعم اللي هناك مش زي اي مطعم، ده من المطاعم اللي بنشوفها في برنامج مثلا ماستر شيف، اللي هي المطاعم اللي هي بتبقى 5 نجوم، حاجات على مستوى مختلف تماما. يعني التجربة كلها فريدة من نوعها. الأسعار طبعا غالية شوية، بس عن تجربتي الشخصية المكان يستحق انكم تزوروه وتجربوا التجربة دي. طيب لو مش عايزين ناكل ممكن نعمل ايه تاني هناك؟ تقدروا تعملوا جولة في المزرعة وتتفرجوا على الشاي الجميل وتعيشوا التجربة كلها من المشي في المزرعة. وكمان في حاجة اسمها تي سيرموني، يعني انكم بتجربوا انواع الشاي الموجودة، وكمان بتختموها بالاستمتاع ببعض الاكلات الخفيفة والشاي في المطعم المطل على المزرعة الجميلة الرائعة. وعلى فكرة ممكن بس تختاروا انكم تعملوا الجولة، مش لازم انكم تختاروا الجولة الكاملة وكمان انكم تقعدوا في المطعم. فانتوا في كذا اختيار ليكم، تختاروا الانسب. الناس اللي عايزه تاخد التجربه كلها مفيش مشكله، الناس اللي هي عايزه تاخد بس تجربه المزرعه، كل التفاصيل هتلاقوها على موقعهم ان شاء الله. كمان في مكان للافراح، يعني لو في حد مقبل على الزواج ممكن يقدر يحجز القاعه هناك. المكان قريب جدا من هاملتون، بس كرحله لاي حد من اي مكان بره هاملتون بصراحه يستحق انكم تزوروه. التفاصيل الأكتر عن أسعار الجولات وأسعار الوجبات في المطعم كله هتلاقيه على موقع zialong.com. zealong.com.
الموقع عليه كل التفاصيل، وكمان الحجز اونلاين موجود سواء للمطعم او سواء للجولات، او كمان انكم عايزين تشتروا بس مجرد منتجاتهم عندهم كمان شوب اونلاين. اتمنى ان شاء الله المكان يعجبكم زي ما عجبني انا شخصيا، وتروحوا هناك وتتبسطوا وتحكولي عن تجربتكم ان شاء الله. ما تنسوش تتواصلوا معايا على صفحتي Living in New Zealand by شاهيناز، وتقولولي على تجاربكم، وكمان لو في عندكم مشاريع ابعتولي اسامي مشاريعكم عشان اعلن عليها في فقرتي ان شاء الله، ونقدر نعمل حاجة جميلة لجاليتنا العربية الجميلة. كانت معكم شاهيناز سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. شكرا لكم.